فريد الصيفية مشكورين يا أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على هذه المجهودات القيمة. المركز الأول مع شاهين للسيد عويضة بن بخيت المري على الصدارة، المركز الثاني والانطلاق مع سيد للسيد مسفر بن فلاح بن مسفر المري، والمركز الثالث ثالث المنطلقين هو مفجر للسيد محمد بن راشد بن عبد الله آلف هيدان المري، ودخول مع كثرة الأسماء والأعداد من قبل شاهين محمد بن راشد بن عبيد المريزيق المري، وأيضاً القدوم أيضاً من هذا الاسم سيد مسفر بن فلاح بن مسفر المري، والانتقال إلى رابع المراكز. المركز الرابع حامل الرقم 37 البدع للسيد ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، ودخول وتسلل واقتحام إلى المركز الثاني انطلاقة الهايل للسيد ماهر بن محمد العبد الوهيبي، مع الماهر يصل على المركز الثاني هو الهايل. المركز الأول عودتنا لشاهين عويضة بن بخيت العذبة، لكن التسلل والتجاوز مع الهايل ماهر بن محمد العبد الوهيبي بهذا العرض الهائل والجميل، العرض الممتاز يا الوهيبي. شوف المركز الثاني شاهين لا يزال علي بن بخيت بن عويضة وعويضة بن بخيت المري، ودخول من شعر بن مريزيك يصل الآن شاهين محمد بن راشد بن عبيد المريزيق، والمركز الثالث الله انطلاقة أيضا البدع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يتسلل البدع إلى المركز الثاني حذاري يا مالك أيضا الهايل. المركز الرابع وصول شعار بن حفيظ مع براك، أو عطني رقم المركز الرابع 11 إذا براق لسيد علي بن فالح بن سفر آل تواه الهاجري. عودتنا للهايل الهايل على المركز الأول الهايل مع ماهر بن محمد العبد الوهيبي وعصاته قوس، ما حرك العصا لكن التنافس خطير مع انطلاقة المركز الثاني البدع ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني قادم مع البدع، ولكن الماهر وهو ماهر بهذا العرض الممتاز بهذا الأداء المميز، والعصا قوس العصا في الأبطال ما حركها، ثقة كبيرة بهذا القعود، ثقة كبيرة يا ماهر بن محمد العبد الوهيبي مع الهايل. تهانينا مع آخر 100 متر على خط النهاية. شوف قادم المركز الثاني الشهواني، ولكن الماهر يسلم على مالكه مع خط النهاية. تهانينا للسيد أو الهايل ماهر بن محمد العبد الوهيبي المركز الثاني، كان مع البدع لسيد ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، المركز الثالث مع شاهين لسيد محمد بن راشد بن عبيد.